إذن حياكم الله، أتجمع من بعد الفاصل. طبقنا أم علي، طبق مصري قديم وعربي أصيل. طبعا في له قصة الطبق، أنه أم علي اللي كانت ملكي أو كانت موجودة يعني بمصر بأيام زمان، اتجوز عليها جوزها فقتلت ضرتها، واحتفالا بهالمناسبة شو سوت؟ عملت لمت كل خبز القصر وسوت أم علي. طبعا طبق كثير قديم وحلو بسيط، ممكن نسويه ببقايا الكرواسان أو عجينة الباف بيستري، ولكن الطبق هذا أصله تسوى بالخبز، ببقايا الخبز الموجود بالقصر. فبالتالي أنا مستعمل هون خبز توست عادي، ممكن استعمل خبز عربي محمص اللي عندكم، أي خبز عندكم قديم موجود ممكن نستعمله وحيطلع معكم روعة. بس بالأول خلينا نشوف مقادير أم علي، وبعدين إن شاء الله رحين نسويها معكم على السريع. أم علي: كوبين من خبز التوست المحمص، لتر من حليب المراعي، نصف كوب من السكر الناعم، وملعقة كبيرة من القرفة، ونصف كوب من المكسرات. ممتاز. أوكي، هون عندي حليب المراعي، هي حليب المراعي روعة، أضفناه وصار ساخن يعني اقترب من الغليان. رحين نجيبه على الطاولة الثانية، تفضلوا معي، ورحين نضيف عليه كمية السكر البودرة حسب المقادير حتى يذوب السكر وين مع الحليب، وراح أضيف كمان مقدار القرفة. بس هون القرفة ما بدي اياكم تبالغوا في كمية القرفة حتى ما تصير نكتها كلها تصير سودة، فخلوا فيها شوية هيك روح. ريحة القرفة مع الحليب اشي ولا اروع، زي ما انتم شايفين بهالشكل. هون صارت جاهزة عندي حتى نضيفها وين؟ على الخبز اللي عندي اللي هو الخبز المحمص. بس انا بدي استعمل جاط اصغر شوية من الجاط الكبير. راح نضيف اول شيء الخبز داخل هالجاط، او عفوا الصحن السيراميك اللي راح يدخل الفرن. فرن بيكو الان مسخن على حرارة 180، وضعية المروحة واليونيفيرسال. الان راح ابدأ اضيف الحليب المطعم بايش؟ مطعم بالقرفة والسكر، وابدأ اسقي الخبز الموجود عندي حتى يشرب. طبعا ليش الخبز عندي محمص؟ حتى ياخذ كمية الحليب. اوكي، معانا ريم. مساء الخير يا ريم. اهلين مستنول، كيفك استاذ؟ كيف صحتك؟ انا مش استاذ، انا شف يا ريم. ايه عذرنا والله من. الله يسعدك يا رب، تحياتي. ممكن يا استاذ بدي اوجه تحيه لأسل، وكنت حابه اني بحكي معاها بس للاسف يلا اسل بعد شوي راح تكون عندي. اسل اوكي. طيب وصل سلامك ولا يهمك، تحياتي لك. والله أسل إلى شعبية كثير حبوها، ما شاء الله عليها أسل. أوكي، هون عم نشرب، شايفين مش منسف، عم نشرب خبز توست حمصناه وأضفنا كمية من السكر البودرة أو سكر الناعم وطيبناها بالقرفة. أهم شيء القرفة في الموضوع، هي بتعطي هالطعامة وهال يعني طعم طيب. اوكي، وبعدين على فكره ظلموها اللي سموها القرفه، والله ظلموها، هي فعلا مش قرفه، هي ملازم تكون مطيب اسمه. هون عندي زبيب رايحين نضيفه على وجه ام علي. طبعا هون الزبيب منقوع في الماء، في ماء فاتر، والسبب لما اضعه بالفرن حتى ما ينشف وما يحترق وما يتحمص. عندي هون عندي مجموعه من المكسرات، من كاجو، من فستق، من بندق. في حال ما فيش عندكم إمكانية بس حطوا شوية من جوز الهند، جوز الهند المبروش بيطلع روعة. الآن على فرن بيكو
بس بالأول خلوني أفتح الفرن وبعدين أضيف جاط أم علي هلا مرتب على الفرن تقريبا بده من أبو ربع ساعة زمان بيكون أموره جاهزة. فرن مسخن جاهز عندي. خلونا نضيف هالجاط جاط أم علي على الفرن